نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. وهذا سؤال يقول شيخنا حفظكم الله تعالى، هل يؤخذ بكلام الشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي في تحذيره من الشيخ يحيى الحاجوري؟ أفيدونا حفظكم الله تعالى. إذا كان يزم هذا الشخص، ما أعتقد أن الشيخ ربيع الذي يكتب على ذم أحد لمجرد أنه ما يعرفه إلا لأنه يعرف. الله ما يعني شيخ لا يؤخذ كلام شيخ ربيع حفظك الله. ما في داعي إن شاء الله أرجوك. لأني لا أعرف الرجل. ولا قرأت له كلاما. فإني أبني رأيي على معرفة الرأي. يعني شيخنا حفظك الله، شيخ ربيع قال أنه نصحه ونصحه ونصحه لا يريد أن يرجع. حفظك الله، يعني شيخنا حفظك الله، شيخنا شفيع أتى بالدليل. هذه حسب عن غير رجل العلم لا هو محصور واحد. إيه الله يحفظك شيخنا، الذي يدافع عنه يلحق به شيخنا، هذا هو. لا تدافع عنه. الدفاع لا تدافع إلا عمن تعلم سلامته من كل عيب.